الجزائر لا ترحل ضيوفها قسرياً، السلطات تنقلهم إلى مراكز تجميع بتمرست. هكذا كانت إجابة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس. في ديسمبر 2014 الحكومة النيجيرية وجاء وزير الداخلية النيجيرية إلى الجزائر وطلب رسمياً أمام الصحافة وأمام الجميع طلب مساعدة الحكومة الجزائرية على ترحيل الرعايا النيجيريين المتواجدين بطريقة غير شرعية في الجزائر. ما حدث ببلدية دال إبراهيم بالعاصمة كعينة تمثلت في مشادات بين سكان المنطقة، والرعاية لا فارقة كانت تصب في مصلحة الطرفين والتي تخص حماية الأمن العمومي وليس لها أي علاقة بالعنصرية. المناوشات اللي صارت والسكان دال إبراهيم كانت حياتهم معرضة للخطر، وقالوها قال لك يطيح المغرب نوليو ما عادش نقدروا نخرجوا، هذه متاجرة بالمخدرات، هذا الدعانة، ووقعت مناوشات بين ذاك وذاك. احنا رانا باش نتلاو بهم في تمرست، تمرست هي الجزائر ولا قسمتها خرجتها على الجزائر. الأسباب ترحيلهم لحماية الأمن العمومي والحفاظ على أمن الأفارقة وأمن الجزائريين. الحكومة الجزائرية رحلتهم ما تردتهمش، رحلتهم باش تحميهم، رحلتهم باش ننظموا احنا كهلال الأحمر طريقة المساعدة. السلطات الجزائرية التي خلقت مراكز لاجئين بتمرست المنطقة الحدودية في الجنوب الأقصى الجزائري تسعى من خلالها إلى حماية وسلامة المواطن الجزائري دون التقصير في حق اللاجئ الإفريقي. الفرق مدينة الأوروبيين، الأوروبيين حابين يتخلصوا منهم من بلدانهم يبعثوهم الجزائر ولا بعد. احنا لا احنا راهم ناكسين ونحافظوا عليهم في الجزائر. الجزائري المضياف الرافض لسياسة التمييز والعنصرية التي يتعرض لها ما وراء البحار يمكنه بأي حال من الأحوال باسم الدين وباسم الإنسانية أن يكون رحيماً بمن ساقتهم نار الحرب والدمار للاستنجاد بالجزائر.